السلام عليكم. اليوم عندنا حصة بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، وغادي تكون في الكونجيغيزون ان شاء الله. لا باردون، غادي نديرو الجرامير، لا نيغاسيون. ديجا شرحنا الدرس ديال لا نيغاسيون ودرنا لا ريغل. اذا اليوم غادي ندوزو للتمارين، واللي هي الصفحة 81. ونبداو على بركة الله بالسؤال الاول في جو مونترين. سوليني لي فخاز نيجاتيف. اذا لي فخاز نيجاتيف شنو قلنا كيكون فيها؟ باش كنعرف بان هذه لا فخاز نيجاتيف وبيان لا فخاز افيرماتيف، حيت عندنا دو فورم ديال لي فخاز، عندنا فخاز افيرماتيف وعندنا فخاز نيجاتيف. باش كنفرق بيناتهم، اذا لا فخاز نيجاتيف كيكونوا فيها هاد نو با او بيان نو جامي او بيان نو ريان او بيان نو بلو نو جامي انسي دو سويت. تما كنعرف هذه راها فخاز نيجاتيف. اذا نشوفوا الفخاز الاولى، لي زيليف نو جو بلو او زو سيلت. يعني هنا كتلقاو نو بلو، اذا هذه فخاز نيجاتيف. لاميا ا اون جولي طابليت، يعني لاميا عندها واحد طابليت زوينه، ما كاينش نيجاسيون هنايا. سي زافيون نو فول جامي، ها هي نو فول جامي نو جامي، اذا هذه نيجاتيف. لو سينما نوفريغا بلو سي بورت او سبيكتاتور، يعني السينما ما غاديش تفتح الابواب ديالها للمشاهدين، ها هي نو بلو. فوالا او رحيم نو ديبوز جامي سون ارجون اون بانك، يعني هاد رحيم هذا ما كيديرش الفلوس ديالو في البنكه، ها هي نو جامي، اذا حتى هادي نيجاتيف. لا سيونس ايفولو اي لي تكنولوجي افونس، يعني العلم كيتطور والتكنولوجيا كتقدم، هنا ماشي فخاز نيجاتيف اذا ما غاديش تسطروا عليها. ندوزو السؤال رقم 2، ترانسفورم سي فخاز افيرماتيف اون فخاز نيجاتيف. اذا هاد لي فخاز اللي كتشوفوا دابا هنا، هادو سو سون دي فخاز افيرماتيف، يعني ما كاينش لا نيجاسيون، ما كاينش نو با نو بلو نو جامي نو ريان انسي دو سويت. الوغ اون لي ترانسفورمي اون فخاز نيجاتيف، خصنا نحولوهم لا فخاز نيجاتيف، غندخلو عليهم لا نيجاسيون. اذا نبداو بلا فخاز الاولى، لو تران غول ا غران فيتيس، يعني القطار كيمشي بسرعه كبيره. ودائما فين كنديروا هذيك لا نيغاسيون؟ غير باش كتذكير للدرس، فين كنديروها؟ هاد نو با او بيان نو جامي او بيان نو ريان انسي دو سويت كتجي دائما اونتر لو فيرب، ما بين الفعل. هنا فين هو لو فيرب؟ هو غول. اذا عندي وحده غول ونديروها، كنكتبوا لو تران وكنديروا نو نو وعاد نكتبو لو فيرب وعاد نديرو با نو قول با. فوالا وعاد نكملو دابا لا فخاز كامله، قول با ا غراند فيتيس. فوالا دوزو الثانية، سي تيليفون بورتابل كوت شير، يعني هاد الهاتف هذا راه غالي بزاف. اذا كوت هو لو فيغ، اذا نكتبو تيليفون، هاد الهواتف راه غالية بزاف. بورتابل نو ne coûte pas cher. Voilà. Deux autres d'abord sur le tani, le jumelé telta. Mon cousin ne voyage jamais. Ne voyage jamais seul. Mais qui s'affaire chez Bouhto. Les ouvriers nous vont plus
à l'usine. Et là, pardon, هنا تجي هنا il n'a pas et ça devient le verbe avoir entendu des informations à la radio voilà à la radio pardon إذن دوزو نشوفو السؤال تال دون شاك فراز انتور لي مو دو لا نيغاسيون إذن هنا قالك سيدي نسطرو على الكلمات ديال لا نيغاسيون إذن عندنا هي ان بيرسون هنا نو جامي وهنا نو فو غيان عندي هنا نو جو بلو وهي نو دائما كنقلبوا غير على نو با نو بلي نو جامي نو بيرسون هادو هما لي مو دو لا نيغاسيون الوغ ندوزو جو مي فالي سوليني لي فراز نيجاتيف كالعاده لي فراز نيجاتيف هي اللي فيها لي مو دو لا نيغاسيون اللي فيها لا نيغاسيون لي تكنيسيان فابريك دي تيليفيزور هنا ما كايناش نو با ولا نو بلي ولا نو جامي ايل نو رونتر جامي ايل نا جامي فواياجي اون افيون كيسافرش في الطياره هادو Nous ne quitterons plus cette école. Aïe. Montre-moi ton smartphone. La radio annonce une belle journée. La radio qui Alors, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Nous allons phrases. Nous allons changer le verbe. Nous dire ne pas ou ne plus ou ne jamais. Nous la maman. Ne prépare pas une omelette. هذا الام ديالو ما كتصايبش البيض مهنيه مهني هو اومليت مهني من البيض il va en ville chaque dimanche كيمشي للمدينه كل احد اذا هنا غادي نديرو il ne il ne il ne هنا pas il ne va pas en ville chaque dimanche chaque dimanche mon frère aime les bandes dessinées يعني خويا كيبغي الرسوم المتحركة Mon frère n'aime. Il en dira n. On dira hdaha. Le verbe n'aime pas. Il n'y a pas. Les bandes dessinées qui se bougent. Il n'y a qu'un rejouha phrase négative. Voilà. إذن دوزو السؤال ثلاثة دون شاك فراز أنتور لي مو دو لا نيغاسيون عاوتاني لي مو دو لا نيغاسيون هنا غير التمارين كيتعاودو فقط إل نو بخان بلو بليزيغ أفواغ على تيلي هيا نو بلو وهنا هاي بلو نو جامي وهنا نو جامي وهنا نو بلو فوالا إذن وهكذا نكون قد أتممنا حصة اليوم أراكم في حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم